بمناسبة كلام عن سوشيال ميديا، النهاردة زي ما قلت لحضراتكم كلنا صحينا الصبح من النوم بنسأل بعض ايه اللي حصل في فيسبوك في صفحاتنا. شركة فيسبوك الحقيقة النهاردة الجمعة اعلنت انه في خرق امني اثر على 50 مليون حساب عبر العالم. يعني مبروك يا مصريين، احنا كنا من ال 50 مليون حساب دول اكيد، لان يعني لما فتحنا لقينا التايم لاين كله ناس بتسأل على اكاونتس بتاعتها. فقالت البيان بتاعها، طلعت بيان في إدارة فيسبوك، قالت انه في هاكرز سرقوا رموز الوصول الباسوردز اللي هي من خلال خاصية عرض الصفحة الشخصية كما تظهر الآخرين. مش عارفة دي اللي هي ايه بالانجليزي، عرض الصفحة الشخصية كما تظهر الآخرين، فيو بيج يمكن as others view مثلا، حاجة كده يعني، ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات. الشركة قالت في تويت، عملت تويت يعني انه احنا بدأنا نحقق فورا ولم نحدد بعد اذا كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال او اختراق، وشددت ان هي اتخذت كافة التدابير لإصلاح المشكلة الأمنية واختار الجهات المعنية بتنفيذ القانون في الولايات المتحدة. وقالت انها مش محتاجة انه مفيش حاجة لأي شخص انه يغير كلمات الباسورد الخاصة بيه، لانه الحقيقة اغلبنا نصاحة بقى، اغلبنا يعني لما دخلنا بعدها على فيسبوك غيرنا الباسورد بتاعتنا، قال لك يعني احتياطي كده، كلنا عملنا كده على فكرة. طيب خلونا ناخد هاتفيا المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات. يا أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. وبعدين بقى في الاخ مارك بقى، ايه بقى في ايه؟ ايه بقى؟ لا هو الموضوع بمنتهى البساطه في ملابسات كثيره جدا. مبدئيا اللي حصل ده ما هوش مقلق للناس، لان الناس اللي مشغله الخاصيه الثانيه من التحقق او ان الدخول على الحساب يستلزم كود يجي لحضرتك بعد اليوزر نيم والباسورد، فالناس دي تعتبر في امان. اما انا سامع حضرتك في المقدمه كنت بتقولي هم الخدعه كانت بتتم ازاي، في اوبشن موجود في الفيسبوك اسمها فيو بيج از أو view page as. تمام ثواني يا باشمهندس معلش استأذنك، شباب الصوت عندي بيقطع هنا لو سمحتوا، معلش انا اسف يا باشمهندس لحظه واحده. تحت امر. طيب اتفضل يا باشمهندس وليد. بقول لحضرتك ان انت تقدري تبصي على الاكونت بتاعك وتشوفي الناس الثانيه بتشوفه ازاي، وبالتالي القصه دي فيها خدعه يمكن استغلالها واختراق الحساب من خلالها. الكلام ده تزامن مع حدث ثاني حصل، الحدث ده من تايوان، في شخص اسمه شانج، الشخص ده أعلن يوم 25 شانج شي يوان، قال أنا هخترق حساب مارك زوكربيرج. أيوة. في بث لايف مباشر، والكلام ده هيحصل على يوم الأحد. أيوة يوم الأحد الجاي صح، قالوا لي كده الشباب وإحنا قاعدين، قالوا لي ده في واحد طالع متحدي مارك وبيقول إنه هيعمل يعني هاكينج على الأكاونت بتاع مارك شخصيا. بالظبط، وبعد ما قال كده النهاردة بعد الأحداث اللي حصلت الشخص ده طلع نفسه وقال أنا مش هعمل كده، وأنا بلغت عن الثغرة للفيسبوك، وفي المقابل هياخد مقابل مادي كبير ويتحط اسمه في لستة الوايت هات هاكرز أو البيج باونتي اللي هو الناس اللي بتكتشف الثغرات في الفيسبوك. وبعديها بدأ الأبديت يبتدي يحصل ويشتغل عند الناس كلها. وبالتالي تحليلي أنا الشخصي إن أكيد الثغرة دي هي كانت السبب في اللي عمله الفيسبوك الفترة اللي فاتت، واللي كان لازم علشان التأمين اللي هم عملوه أو الأبديت يشتغل يستلزم خروج الشخص ويرجع يخش تاني على الأكاونت. فبالتالي هم أجبروا اليوزرز إن هم يخرجوا من الأكاونت عشان يخشوا تاني بعد تفعيل الأبديت أو السكيورتي اللي اتعمل. طيب ممكن أسأل سؤال يا باشمهندس؟ اتفضل. النهارده في ناس كتيرة بتقول بصراحة شديدة، يعني في وجهة نظر بتقول إحنا مش مطمنين لمارك، ومش هننسى برضو ان هو لسه كان من فتره مش بعيده قوي كان اعتقد قدام مجلس الامن بيتم التحقيق معاه باتهامات لها علاقه ببيع اكاونتس وحسابات شخصيه لناس لشركات وحاجات كده. تمام. فهل دلوقتي في اي تريك ممكن تكون حصلت؟ ما هو يعني برضو احنا عايزين نفهم، هل اللوج اوت اللي حصل وبعدها اتسمح لنا نعمل لوج ان؟ يا فندم هم مش محتاجين الكلام ده، هم يعني لو عايزين يعملوا ده مش هيطلعونا لوج اوت يعني اصلا. الداتا عندهم والاكونت كلها عندهم، ويقدر يشوف اي حاجه ويشوف البيانات الشخصيه ويقدر يطلع على اي حاجه لو هو عايز. والرسائل الاي بوكس ده بيحصل او ما بيحصلش، والرسائل الاي بوكس كمان يقدروا يشوفوها يا فندم؟ بصي حضرتك يعني نظريا هم بيقولوا الحاجات انكريبتد ومحدش يقدر يطلع عليها، اما عمليا انا ما اقدرش اقول هم بيعملوا ايه. بدليل اللي حصل قبل كده في الانتخابات بتاعت امريكا وروسيا، وفي حاجات تم اكتشافها ما كانش حد يتوقع انها تكون بتحصل. وبالتالي انا بكلم حضرتك من منطلق تصريحات مارك زوكربيرج والشركات القائمه على المنصات، ومش بتكلم على الفيسبوك بس، انا بتكلم على السوشيال ميديا عامه،
وعلى جوجل وعلى الارتفيشال انتليجنت اللي بيستخدم والبيج داتا والاناليتكس اللي بتحصل من خلال اعلان او كلمه بتكتبيها يطلع لك اعلانات. انا ما اعرفش هم بالظبط بيقدروا يطلعوا على ايه وبيستخدموه ازاي. طب ممكن اسال سؤال كده يا باشمهندس وليد؟ اتفضلي. يعني بالانجليزي كده هاو سيف ات از، الى اي درجه من الامان ان احنا نستخدم فيسبوك بصراحه؟ ما دام حضرتك قررتي انك تستخدمي الانترنت وتستخدمي السوشيال ميديا وكل ما له علاقه بالانترنت، مفيش حاجه اسمها سكيورتي 100%. في حاجه اسمها سكيورتي بنسبه 80 90 95، وده بيعتمد على قدره الشخص المستخدم في تامين حاجاته الشخصيه والحد الادنى من المعرفه والمعلومات للتعامل الامن مع الانترنت. لان للاسف 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 ما اكثر الاختراقات اللي بتحصل بجهل من المستخدم. احنا مش محتاجين حد يخترقنا علشان شركه تاخد بياناتنا، احنا بنحط بياناتنا بمحض ارادتنا على السوشيال ميديا. فللاسف الناس هي اللي بتفتقد الجزء ده. طيب والتحدي اللي عمله الشخص ده لما قال لمارك زوكربيرج انه هيعمل هاكينج على صفحته هو، حضرتك تفتكر ده حقيقه وهيحصل؟ يا فندم اللي قال كده ده مش شخص عادي ولا مجهول الهويه، ده شخص معروف. ايوه. وشخص وايت هات هاكر وكان قبل كده موجود في الباك باونتي سنه 2016. يعني ده شخص هاكر معروف ويل نون للناس كلها. فلما يقول كده مش هيقول كده ويضحي بسمعته. ده الكلام ده يوم الاحد الجاي. وبعدين طب انا هقول لحضرتك على حاجه، هو فعلا بعد ما قال كده حصل ابديت عند الفيسبوك، وبعد ما قال كده وقال انا هعمل النهارده اعلن على حسابه على الفيسبوك انه مش هيعمل كده وانه سلم الباج لاداره الفيسبوك. فحضرتك لما تحط الكلام جنب بعض هتلاقي الكلام متناسق مع بعض. والمفروض ان الكلام ده هيحصل يوم الاحد الجاي. ما هو خلاص، ما هو نفى، ما هو قال انا مش هعمل ده. قال انا خلاص مش هعمل كده. ده نزل على صفحته وقال انا مش هعمل ده خلاص، وانا سلمت الحاجه لشركه الفيسبوك، وفي نفس الوقت هو دلوقتي اسمه موجود في لسته الشرف اللي بيطلق عليها باك باونتي. بشكرك جزيل الشكر مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات، ده كان توضيح لايه اللي حصل النهارده عشان الناس كلها لغايه دلوقتي كانت بتسال هو ايه اللي حصل. عرفنا انه ما كانش هاكينج على الاكونتس بتاعتنا احنا، بس برضو الناس كانت بتسال تقول ايه اللي حصل. فده هو اللي حصل ببساطه شديده. بص حضراتكم، طول ما انت بتستخدم الانترنت زي ما قال كده المهندس وليد، طول ما حضرتك مرتضي انك تبقى عندك اكاونت على تويتر وعلى فيسبوك وداخل على عالم الانترنت ده وليك اكاونت وجوجل ميل وجيميل واي كلاود والحاجات دي كلها، تبقى حضرتك دايما حاطط في بالك بس انه ما فيش حاجه سيف وسكيورد 100%. دايما في ريسك انه متشاف حضرتك، يعني متشاف تماما. يعني امبارح